قل له اعطينا مجال، اعطيني مجال نص ساعة، نص ساعة مهني، نص ساعة، أريد بس أطلع جهالي، يجي يفلش البيت على جهاله، هذا عراقي، هذا عراقي، ليش مو هاي بلده؟ احنا منين جينا؟ منين جينا؟ احنا ولد البلد، يقول احنا هذا اليوم الصعد على التلفزيون أنا ما أعرفه، ها؟ يقول هذول التجاوي، اعطيني مجال. يقول لفوة، احنا منين جيتها انا؟ من يقول هو لفوة؟ خليني اسمع صوتي، انا منين جيتها؟ انا منين جيتها؟ من السعودية؟ من ايران؟ من امريكا؟ انا عراقي، انا قاعدة بالشوارع، هذيك هذيك النسوان قاعدة بسطني مجال، يعني يدافع عن بيته، يدافع عن عرضه وبيته، يذبونه بالسجن؟ يذبونه بالسجن؟ الله يرضاها هاي؟ يعني ما يصير لكم ان ابو الضابط دعوة عليه يقول لي والله ما طلعه، وش يقول علينا؟ يقول ذولا كاوليه ذولا، يعني هذا العراق هيك يصير بيه؟ وولدنا بالحبيس؟ يعني اللي دافع عن عرضه ودافع عن بيته يذبونه بالحبيس؟ وين الحكومه؟ وين؟ ماكو حكومه عمي؟ احنا ثلاثه، اثنين ولد وانا وياهم واحد، انا واحد الناس، اجينا دافعنا عن المرض، ضربها الضابط، ضربها دفره ما احترم، اجينا شبعونا تواثي. ضابط ما احترم المرأة، من اجينا دافعنا عن المرأة خذونا للسجن. انا خذونا للسجن ما احترمونا، ليش تضرب لك مرأة؟ طلعونا بالحبس، يطلعون ام محمد لحق المحبس. كلها جماعة نحرق. انا ما طلعوا ربعنا بالحبس، ثلاث ايام نحرق المحافظ. والله نحرق. والله العظيم نحرق. بس هالعوائل خطيئة، هالعوائل شنو ذنبه؟ طلع مسؤول شافهم؟ طلع واحد بالدولة قال شنو ذول خطيئة؟ ما مقبول هذا الحكي نهائيا، ما مقبول. ما مقبول ابد، ما مقبول. مع العوائل كاتل الجوع وقاعد بالتجاوز تجي تفشل، انت حاسب البرنامج، حاسب الخضراء، حاسب ذول البوكات، حاسب فلان وفلان وفلان وفلان، حاسبهم، جاي حاسب هاي الفقره الناس الكاتل الطير.